مرحبا بكم. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلتقي الأحد المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط ديفيد هيل قبيل لقاء الرباعية الدولية. والسيناتور الأمريكي الجمهوري عن ولاية أريزونا جون ماكين يقترح على الرئيس باراك أوباما تكليف الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون مهمة أحياء عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، كونه اقترب من تحقيق السلام في الشهر الأول من العام 2001. وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يقول إن تدخل الولايات المتحدة يحول دون حصول الفلسطينيين على 9 أصوات في مجلس الأمن بضغطها على الدول التي كان من الممكن إقناعها بالتصويت دعما لعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. ووزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ يعلن أن بلاده ستمتنع عن التصويت على منح العضوية لفلسطين. أنباء تقول إن المبعوث الأمريكي ديفيد هيل سيطلب من الحكومة الإسرائيلية في اجتماعه مع مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي المحامي إسحاق مولخو الأحد المقبل أن تستأنف تحويل المستحقات المالية للفلسطينيين، والذي جمدته بعد قبول منظمة اليونسكو فلسطين عضوا كاملا فيها. الأمم المتحدة تحذر من انزلاق سوريا إلى صراع مسلح على غرار ما حدث في ليبيا، وذلك بسبب مقابلة السلطة المطالب السلمية بالعنف الوحشي. والمفوضة العامة لحقوق الإنسان نافي بيلي تقول أمس أمام مجلس الأمن الدولي إن المزيد من الجنود في سوريا يرفضون التواطؤ في ارتكاب جرائم دولية ويغيرون ولاءهم إلى الجانب الآخر. مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية جيفري فيلتمان يقول الأربعاء أمام مجلس الشيوخ إن بعض القادة العرب أبلغوا الولايات المتحدة في مجالس خاصة أنهم عرضوا اللجوء على الرئيس السوري بشار الأسد في محاولة لإقناعه بالتخلي عن السلطة بسرعة وهدوء، وإن كل القادة العرب تقريبا يقولون إن التغيير في سوريا حتمي وإن نظام الأسد ينبغي أن ينتهي. ومصادر المعارضة تعلن مقتل 27 مدنيا بينهم طفلة في سوريا الأربعاء برصاص قوات الأمن. إيران تلوح بنقل الحرب إلى أمريكا وإسرائيل في حال تعرضها لهجوم عسكري. ونائب رئيس الأركان الإيراني مسعود جزائري يقول إن مفاعل ديمونا سيدمر إذا حصل أدنى تحرك ضد طهران. وعضو في لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يقول إن القوات الإيرانية ستواجه الجنود الصهاينة في شوارع تل أبيب وستخرجهم من الأراضي الفلسطينية إذا شنت إسرائيل هجوما على إيران. أخيرا في هذا الموجز، عاصفة ثلجية عاتية تكتسح الساحل الغربي لولاية ألاسكا الأمريكية، ويتنبأ خبراء الأرصاد الجوية بأنها ستكون أسوأ العواصف المسجلة. وقد بدأت الثلوج في إلحاق أضرار بالمباني وخطوط نقل التيار الكهربائي منذ اشتداد الرياح وهطول الثلوج مساء يوم الثلاثاء. لتفاصيل هذه الأنباء وغيرها زوروا موقعنا القدس.com. طابت أوقاتكم ودمتم بخير.